الاحترام. من حق المريض الموافقة أو رفض المشاركة في البحوث والدراسات المقترحة لحالته. ورجعنا لكم مرة تانية ومباراة مهمة جدا في دور الأربعة، خلاص خطوة واحدة للنهائي. وهفكركم بالنتيجة، دمنهور مفيش عندهم نقط، الجامعة البريطانية معاهم 75 نقطة. والجامعة البريطانية حصل عندنا تغيير، ياسمين عبد الفتاح رجعت مكان خديجة محمود. وقبل ما نبتدي الفقرة اللي جاية عايز أوجه الشكر لراعي البرنامج شركة جيليات ساينسز، واللي بتساهم في مجال صناعة الأدوية لشفاء أصعب الأوبئة كفيروس بي وفيروس سي. ألف شكر لشركة جيليات ساينسز. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. الجامعة البريطانية اختارت جرجس نادي، وجامعة دمنهور اختارت ياسمين أحمد. اتفضلوا، 10 أسئلة 45 ثانية. طبعا يا ياسمين الموقف مش سهل، يعني محتاجة كل النقط علشان تعرفوا ترجعوا في المباراة تاني. انت اللي هتبتدي معايا، جرجس هتروح تسمع موسيقى وترجع لنا تاني. اتفضل مع فاتن. ياسمين تعالي مكاني. بص يا ياسمين، أول حاجة عايزك تبتسمي، أنا عارف الموقف صعب. صعب جدا، ولكن ما عندكيش اختيار غير إنك تركزي. كل سؤال بإجابة صحيحة بخمس نقط. نشوف جرجس أخباره إيه. جرجس تمام، بيسمع موسيقى تمام ومستريح. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. عايز إجابات كتيرة صحيحة إن شاء الله. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع جمهورية منغوليا؟ منغوليا قارة آسيا. صح. في إطار أي حرب وقعت معركة ممر القصرين؟ حرب العالمية الأولى. غلط. من هو الممثل الذي لعب دور سامح في فيلم زهايمر؟ سامح نيكست. من هو الروائي المصري العالمي صاحب المجموعة القصصية الجريمة؟ الجريمة أحمد خالد توفيق. غلط. ما هو الرمز الكيميائي للعنصر السيليكون؟ السيليكون SI. صح. كم عدد ألوان علم هونغ كونغ؟ 3. غلط. من هي المغنية المصرية صاحبة أغنية بين البنين؟ بين البنين وردة. غلط. ما هو الغشاء المحيط بعضلة القلب؟ الغشاء الغشاء شاتم ريكاردين ممبرين. تفضلي ياسمين. تفضلي مكانك. ياسمين عندك كم إجابة صح؟ 2. التوتر أثر عليكي جدا. 10 نقط لياسمين. فاتن عايزين جرجس ينضم لينا من فضلك. هنشوف جرجس هيعمل ايه. جرجس تفضل مكاني. هقول لك اللي حصل. ياسمين جاوبت كم اجابه صحيحه تفتكر؟ 2. 2 فعلا ب 10 نقط. لو انت كمان جاوبت 2 تعادلته. جاوبت 3 أو أكتر هتاخد 10 نقط هدية من ياسمين. أقل من 2 هتدي لياسمين 10 نقط هدية. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. باس أو نيكست أو معرفش. لو فضلت ساكت هفضل أنا كمان ساكت. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع جمهورية منغوليا؟ أفريقيا. غلط. في إطار أي حرب وقعت معركة ممر القصرين؟ حرب العالمية الثانية. صح. من هو الممثل الذي لعب دور سامح في فيلم زهايمر؟ أحمد رزق. غلط. من هو الروائي المصري العالمي صاحب المجموعة القصصية الجريمة؟ يوسف السبعي. غلط. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيليكون؟ SC. غلط. كم عدد ألوان علم هونغ كونغ؟ 3. غلط. من هي المغنية المصرية صاحبة أغنية بين البنين؟ اسكن. ما هو الغشاء المحيط بعضلة القلب؟ التمور. صح.
من هو الممثل الذي لعب دور البطولة في فيلم سميث؟ اتنين. جرجس اتفضل مكاني. اتنين اتنين، تعادلتوا. 10 نقط لياسمين و10 نقط لجرجس. كلنا نحيي ياسمين وجرجس، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت، جامعة بريطانية 85، جامعة دمنهور 10. الأسئلة اللي ما اتجاوبتش، من هو الممثل الذي لعب دور سامح في فيلم زهايمر؟ فتحي عبد الوهاب. من هو الروائي المصري العالمي صاحب المجموعة القصصية الجريمة؟ نجيب محفوظ. كم عدد ألوان علم هونج كونج؟ اتنين، أحمر وأبيض. من هي المغنية المصرية صاحبة أغنية بين البنين؟ أنغام. 9 أسئلة تسألوا وتجاوب على سؤالين بس من ياسمين وسؤالين بس من جرجس. تحت الضغط، فقرة صعبة جدا مع أن الأسئلة سهلة، بس هي الفقرة صعبة. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لجامعة واحدة بس، وجامعة دمنهور انتوا محتاجين 25 نقطة دول. أحمد إبراهيم وميادة، ميادة وأحمد إبراهيم، وهنشوف الهدف الأول لمين. ميادة ما عندكيش اختيار، 25 نقطة تبقوا 35، نرجع تاني في المباراة إن شاء الله بإذن الله. نازل مستريح الآن من إيه؟ 85 و25 كام؟ 110. طبعًا لو 110 يبقى إيه؟ خلاص، يبقى المباراة اتحسمت، فأنتي ما عندكيش اختيار يا ميادة. السؤال الأول، ما هي المكونات الغذائية المعروفة بمايكرو نيوترينز؟ إجابتك. المكونات الغذائية، الفيتامينز والنيوترينز اللي هي الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والأملاح المعدنية، الهدف الأول. برافو ميادة، هدف بلا مقابل. الهدف الأول لميادة. ودلوقتي السؤال الثاني، ياسمين ومحمد جمال. محمد جمال معك هدف، هدف كمان بيسهل المهمة بإذن الله. ياسمين معكوش ولا هدف. السؤال الثاني، ما هو التصنيف لشخص بالغ مؤشر كتلة جسمه 32؟ Overweight. Overweight، إجابة خاطئة. محمد جمال في إجابة؟ Severe Overweight. فيش حاجة اسمها Severe Overweight، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة Obesity. Obesity. ياسمين، ياسمين هارد لك يا ياسمين، الإجابة كانت عندك، سمنة من الدرجة الأولى، هارد لك يا ياسمين. هدف بلا مقابل، يا دارين تتعادل يا ياسمين تحرز الهدف الثاني. طبعاً يا ياسمين الهدف الثاني بالنسبة لي بـ 25 نقطة. خلاص، السؤال الثالث، ما هو أفضل مكان للحقن العضلي للأطفال حديث الولادة؟ المفروض هنحقن في منتصف العضلة الأمامية للفخذ، المنتصف الخارجي لعضلة الفخذ. الهدف الثاني. برافو يا ياسمين، هدفين بلا مقابل، هاد لك يا دارين، هدفين بلا مقابل. والسؤال الرابع والأخير، تحصيل حاصل. ليه؟ علشان ياسمين رجعت ب 25 نقطة لجامعة دمنهور، رجعنا تاني في المباراة. جاهز يا جرجس؟ جاهز. السؤال الرابع، ما هي مكونات الشخصية الثلاثة حسب نظرية التحليل النفسي؟ علي إجابتك؟ إيجو، سوبر إيجو، الهوى والأنا والأنا العليا. الهدف الثالث. برافو علي،
25 نقطة لجامعة دمنهور، وكده النتيجة 35 جامعة دمنهور، 85 لجامعة بريطانية. المباراة ما اتحسمتش. المباراة غريبة جدا. جامعة دمنهور قلقانين جدا. توترنا الزايد، خسرنا نقط كتير. بقول نكست الحاجات انا عارفاها. بالنسبة لي اللي بيحصل ده غريب جدا. توترنا وقلة تركيزنا هي دي المشكلة الرئيسية. الجامعة البريطانية ابتدت تكتسب ثقة. واضح ان هم عارفين هم عايزين ايه. بحاول اخد الريسك، بس لازم تكون كالكوليتد ريسك الاول. قدرت اتعادل وجاوبت اتنين وهي جاوبت اتنين. هنقول مبروك وهنقول هارد لك. خلينا نشوف عجلة الحظ ومين اللي هيوصل للنهائي. جامعة دمنهور رجعتوا تاني في مباراة. لسه في فرق طبعا، ولكن بقى في امل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 45 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 30,000 جنيه بما يساوي 1,350,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 3,600,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.